طوب للدين بيغرو وبعيد عن المحبوب ليام دهري مر. الله 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 الله. بطلنا ارتحت؟ بالعكس، في بالك اللي صوتك ملائكي. أين صوتي ملائكي؟ أي ملائكي، وحنين وأرطب ومزيان وأغنج وعينيه واسعة. شنو هالكلام هذا يا سيد؟ بالك شي تسخيني صغيرة وما نفهمش. سامحني عاد كان قلقتك بكلامي، أما أنا الله غالب كرا تحفة فنية قدامي هكا الكلام تعرف إيش يعمل، يخرج من فمي من غير ما نشعر. أي ميلا أعرف إيش تخرج من فمك يا وخي. الأيام والمكتوب لسنين بيا غروا. ظهرة حبتني من أول نظرة وبعيد على المحبوب الأيام ظهري أهلا 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 فروزان. أنا الأخضر تفكرتني وانتي تتنسي. وينو مامو؟ مامو شكون مامو؟ مامو نونورسي اللي لقيتني نلعبيه في الجنينة، قلت لي مريض شن هزو للطبيب وملي خرجت بيه ما عاود شريته. أوه برا برا مامو الدبدوب. في مامو مات مسكين، جاه التهاب في السحايا، اضطريت نبيعه بميتين فرنك قبل ما صاحب الأمانة يهز زمانته. الله يرحمه الله يرحمه. معناها باقي تستبلع فيا؟ مش في بالك بنية صغيرة كبرت رانيا؟ هاني قاعد نشوف كبرت ووليت امرأة. قل لي مخطوبة؟ وانتي شي همك؟ من صغرتها مضروبة فيا وبخبية. بابا؟ وي شي عمل هوني هذاك؟ شكونو هذاك؟ لو فولور دي نموخس سي الأخضر. تجاي طل على خوه من بعد ما وح مروح. تعرف اخر مره جا فيها الهوني جافي 3 ضرب الفق بوندون دو موا وما تحلحس كي ما باع لي لينونوخس نتاعي الكل ما بدو مامستو. تيزي بابي يزي 3 وتثبت تي ما عملي تروماتيزم في حياتي. تعرف مره قلت له اجا نلعبوا كشكاش قال لي برد خبا في البلاكار سكر عليا وما خليني نخرج كي ما عطيتو الكوتي نتاعي. يمين تي شنكرو يا بنتي خليني لاهي في مشاكلي ناقصك انا توا. ونتفكر زيدا كيف نجي نشكيلك منه ونقولك باباتي أحميني منه تقولي مانيش ناقصك أنا خليني ليه في مشاكلي. تعرف أنت جاية لأمك بالضبط، البدن بدن موسى والذاكرة ذاكرة فيل. أش ثم أش بيك؟ شي ما ثم يعمل بس. وأنت أش بيك تتمرعش غادي وحدك؟ شي مامي شي. قالوا لي خرجت على الصبيح، وين مشيت؟ وانا مشيت قايت في القرايه الجديده. القرايه الجديده قرايتك الاولى شبيها هو حق. مامي احنا في العام 2011 شبيه ما نثبتش. اي بيه تي ماهم طردوني من البوزار يا مامي، وليت مشيت قايت في الكونكور باش ندخل نتعلم الخزف البوتري بالعربي. نحيها من بالك هذه، نسيت روحك شكون مامتك شكون بوك؟ قريت قريت وعند الاخر نلقاك غارقه في الطينه. ايوا هاي رجعت ل 1930. انت غادي الجو يا مامي الساعه. اه حقا فكرتني يلزمني نمشي ندبر لاغجير، عندي سكولتور باش نحضرها الكونكور غدوه. ليه ما عاد حد بعقله في هالدار هذه؟ والاخرى كلمتروشه نصيره ويني؟ نصيره نصيره هاتيا انا لقيتها. ولا الحمد لله يا ربي الحمد لله. لا لا يا حليمة دوماج ما هي شيء. باركونتو هذه الحمد لله. ولا كيف كيف وقت عاد نمشي لهم بسقايا خي. ولا سا سي دو بيتون. اسمع اسمع شو يقول لك. واني اش بك ما فاتش؟ والله لعبت لي بعصابي سي اسماعيل، كي تلقاها قول لي طلع فرح مره واحده. ليه
ما راني لقيتها بحق. معناها منعت. تسمع تقول. الحمد لله يا ربي الحمد لله. بس الناس الكل تعرفك كيفي. طيب والناس مليح ونظيف. طول عمرك بو هلية يا حليمة. وقلبك هو اللي يحكم فيك. اقعد هكاكا اقعد ما تبدلش. ده سي اسماعيل صعيب برشا. شو اللي صعيب برشا؟ سمعت شوية من كلامك على ميت ربي وانا داخل من الباب. صعيب برشا تمنع المحاكمات بتاع المخلوعين اللي كيفك تخضع لمبدأ العدالة الانتقالية، يعني محاكمات سياسية لا تنفع فيها لا فصول القانون ولا الثغرات الموجودة فيه، بحيث سي اسماعيل لا مندوح. شيا مندوحة ما أخرى. لا سمحني وانت قولي شو دخلك وش تفهم منه. ماني قلت لك سي اسماعيل مازالوا لي شهرين شهرين ونولي محامي جاه بذ. قالوا وش تفهم منه؟ ناقصك انا توا ما يزينيش البوكيمون الاخر اللي نعاني بيه. هو طلع. الو اهلا بسي بوكيمون. سامحني اهلا استاذ شهاب. قل لي لقيتها الفله الثغره القانونيه لقيتها نتقابلوا توت سويت في الكلاب داكودو. اي سي سو هكا نرفزت اسماعيل. شو تحب انت بالضبط؟ انا نرفزت انا حبيت نعاون. يحب يتبع كلام البوكيمون أموره، أما كي قبضوا عليه يحشيوه في حكة ويسيبوا فيه التريسيتي كي بيكاتشو ما يجيش يبكي. بسم الله على سي اسماعيل الرهف اللي يكرهه. أنت ظاهر فيك بوهالية وقلبك حاكم فيك. ديما يقولوا لي هكا. نحب نقول لك حاجة من خاف تتنرفز وتقول هذا يخدم في مخه. قل لي شو عندك ما تقول لي. لا 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 بليز بليز ما تغزر ليش هكا. عينيك هذوكم عينيك ولا شاليمو تذوب لي بيهم في قلبي. عيني شاليمو. سامحني يلزمني نخرج قبل ما نغلط أكثر من هكا. غزل بالجبال عيونها قتالة بحيث عملت حالة بحيث عملت حالة. شعلة لباس لا الدار هذي مكتوب لها ما تلم كلمة مصوص في مخ وخوف. عيني شليمو. دلني نزيد تلعب مفتيح ضو يكبك بوبك دجاجة حية شكون باش يذبحها؟ يالاك مدام تبدا فيها راهي حساسه والباين تو تخوذها بالتقاقيه. نتعرف مدام عند الدجاج ما حبش تخليه يذبحها. يا اخي انا قلت له ياتلوني تو نقرا لها المحفوظات. يا بالله عليا قال لي شنو هي محفوظات حب تحلي يعني الدجاجات نتاعي نور ما هي على وجهي. لا يمثل وليت لي سيدنا سليمان تفهم لغه الطيوره. برا دخل قفل الكوجينه وجا قلع لي النوار هذا باش نخلي بقعه للخاصه. خاصه لا ما نجمش يستحيل انا نقلع نوارات من فلدات اكبادي. مش هيحريقك منين نجيب فيه الكلام هذا؟ قلت لك جيب فاس ويجي قلعها النوار هذا. لا لا بصراحه ما نجمش. يا كوزان كوزان بالله لحظه نجي احكي معاه خاطرك نحب نحي النوار ونعمل خاصه. اسمعوا انا راهو معينا تعبت خليها تعمل وتقول اللي تحب خش منك هكا شمي جيب حتى ديناصور. هاي سي سو ورحمة نانا لو كان جيت نعرفك باش تطلع لي عايق نخليك تخرج منها كرشي. يا أهل النفاق يا أهل النفاق والشقاق والشق شق إني لأنحونكم لهو الإبل. يا ابن أبي ثعلبة مش بيكتب سلام أخضر عرفت قدك على شو صيح أنا. يا لو لو يا لو مش بيه كانوني مش فهمة يا أخي خوكش مازال يعملوني هذا مش عنده يعمل أنه ندار فيه كان يدوش يدوش يسمع أنت يا أخي مش قلت نفطر ونمشي علاش دوش علاش؟ بصراحة عندي مشكلة. مش نية المشكلة هلو قد نحكي لك. باي سيدي نفضل ناي يحكي أنا نسمع فيه. الجماعة اللي كنت كاري معاهم طردوني من الدار
عندي 6 شهور ما خلصتش الكري، حتى قلت لهم خليني نسكن معاكم تو نغسل لكم الماعون ونطيب لكم الفطور. صاحوا في وجهي وقالوا لي سورتو با. ياي يا ذاك باز كل وين نطيب الفطور داك اللحمات نعرفك من صغرتك لماك. ايش عملنا في المشكله نتاعنا تو؟ يعني مشكله يا ولدي؟ اسمع نقول لك مشكلتك ماهيش مشكلتنا. تنجم تخرج منها خليني نتصرف انا اخويا. جميل خوك بوهالي ما يعرفش مصلحته، انا اللي فاهمك علاش تمشي علاش تجي. انت جاي تحب تبلص هوني. هيا ميت نمشي على روحي حتى ندبر وين نسكن. امبوسيبل ديويو عدي انا واحد اخر. امان يا ذو هكا ذو تخلي خوك يتمرمد؟ هذا اللي امي وصاتك عليه قبل ما تموت وقالت لك خوك الاخضر حطه ما بين عينيك. يا زياد استنى ساعه استنى، امي قالت هكا؟ كيفاش قالت الساعة هي مبكش عام قبل ما تموت؟ قالتها بالإشارة، ريتها وفهمتها. ريتها وفهمتها؟ بالله ما تهبرنيش، كيفاش ريتها وفهمتها؟ هي الساعة مات وهي تولد فيك، والعملة هذيك أنا من عمري ما نسامحك عليها. بو أنا فهمكم. هاي سيدي ساكك بون فواياج. إيه دياج أوكي ذو هاني باش نمشي نبات بحذا قبل رمي ونحكي لها كل شيء. وها يا ضو ها يا ضو الا ما تجيك في الحلم وتقلع لك وذنيك ماك تعرفها امي. يسمع سينوري نب عليك ما تردنيش خويا سيد. يا امي وصلتني عليه قالت لي نحطه بين عينيك. يا ودي نسب عليك يعملك في الباسكولوجيا هذاك. اوكي ما انا هاني ماشي ندور اسمعي انت وجي هو بينه ويطردك. نقول لك شي طيبه. سامحني ذو كان عملت لك مشكله. ليه لا يا ولدي نشبك فيه هذاك يعمل في الميكولوجيا كوزان مش هنا نخرج من الدار. يا ذو اسمها بسيكولوجيا. لا سيدي نجيك مونولوجيا انا نحب هكاك عجبتني سفا. يا حليم حليمه اني هوني هوني نوري قل لي بربي اش معناتها واحد يجيك يقول لك عينيك سليمو؟ معناتها يخدم لحام صحي. وانت اش بك منرفز؟ منرفز على خاطر السي الاخضر خذو في بالي جاي على ليله السيد حتى هو يحب يعدي ايامات. لا لا بالحق اش بك فرحت انت؟ لا بالعكس ساعة بليد ياسر وما يحشمش وعينه صحيحه. هو اش بيني بس وحدي هنا؟ يظل فيك ضربك الشلل في فمك. وين الليلة فريدة وين؟ طلعت لبيتها وما تعملش عليها باش تخرجوا. تعرفها الليلة فريدة تموت على ريحة عيلة الأخضر تفكرها في ريحة المرحوم. تفكرها في ريحة تندى والقطران. أنا مش متحرك من هنا كيما يجي إسماعيل يفضها مع سي الأخضر أخوه. ربي معاك عمري ما ريت واحد يرمي روحه كيفه. ملا حليمة يظن يرجع لك الشلل في فمك. الفطور تحرق اش باش نفطركم أنا توا؟ نورمال حتى انا قريت حسابي والله. وراي العجله تنقبت والماكينه غرقت وتي تي تي. هيا فيس عزر بروحك كمل اغسل لك الفناجل ومشي اعمل دوره في الصاله. ظل يحصل يا عبسي اش تعمل غادي يا ودي اش فما؟ سمعت التربيكه بتاع المديف نسخيل الفرح صل ودي اخر فار ما تهماش وكعبتك كاكي ما كلاهاش. تو هذا من دافع يا ودي من دافع صنعني بالتل نصبت الفار بيجي ديك 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 يلمح كعبت الكاكي تركت البنك احسن. عمري ما سمعت انا فار بطنيره يستدو بالكاكي. انا رازم لقيه هو الكاكي دي غادي عنده في البلاد ما يخلي شيء ياكل الحجر ياكل حتى الجمر كاكي وياسر فيه. قل لي ساعه يا اخي شكون قال لك اللي احنا عندنا الفيران؟ مثبت انت؟ مثبت ايه. شوف يا سيدي تعرف زميتك بس هالي همي باش نفطر بها الصباح انجبها. شنو هذا؟ شيء بلبسيسة وتحب الفرمجيجة. يا ودي مش بسيسة زميتك مدردر لك كاس. اش اكثر بالدردرة هذية؟ فيسا نظف الكونتوار واليوم ما تروح كما تشد الفار نحي علي المصيدة ذيك الفيران توا ما عادش يحصلوا في المنداف. نظف. عسلامة سي عبسطار. عسلامة سي اسماعيل. من فضلك عندي رونديفو مع الحكام نتاعي لقيتو هذاك فاربوت ميع كي جي خليه يدخل. حاضر سي اسماعيل اما بربي ما عادش تجيب لي سيرك الفيران تفضل.
نظف نظف فيسع. صباح الخير سي اسماعيل. شعبت قوي. صباح الخير. تفضل يا راجل تفضل فيسع. اهلا وسهلا. يعيشك. اي تبكل عليك. اليوم هاك صبحت احسن. لا الحمد لله. هوني مشيت للطبيب عاد وخديت الدواء. يا باهي باهي ذو فيه الدواء هذا باش معاك بقداح. لا لاباس هاك تشوف فيا في كامل قوتي. بكري وانا جاي لهناس سي اسماعيل شديت واحد من خناقه وعلقته في البوتون تاع الضوء. شو علقته؟ من سرواله. فتقت العطفه نتاعو. يا سي اسماعيل يا خويا. راهو يتبع فيا عنده نهارين من بقعه لبقعه. عبدني. في بيتي بيت نومي سرسب من الميزاب خل بيت البانو كرهبة متاعي مقيتش حل تعرف أين يضري عاملين مؤامرة كبيرة ياسر يحبوا يتخلصوا منا ويحطونا في المرناقية في أقرب الأجال أقول منوبة في أقرب الأجال شو سي عبد القوي لو حليك من الهلواس هذايا مو لازم فما مخرج والقانون فيه ألف فلة وفلة لازم نقاوم مساب قل لي سي اسماعيل انت تشمد أعوذ ما شميتش بكل شميت لفي انا قاعد نشم نشم في ريحة الغاز مسيبين علينا يحبوا يخلقونا يحبوا يقتلونا هاني قلت لك انا صدقني يحبوا يقتلونا اللطف يحبوا يقتلونا ونموت اللطف راجل تخلوا خش في الحلة تشوى عز عليا انت شوى تحب تخنقني شنو ما نخدموش بسطار قال لي ما ترقد الليله كان تشد الفار فار وينو فار ايه قال لك اصطاد الفار مش اصطادني انا لا قلت لي شاد عرشه لهبه ولا مهارات وش يعملوا بها هذه ما تعرفش يعملوا بيهم يصطادوا بيهم الحلوب تيت 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 تبعوا مسلسل لاجل عيوني كاترين مباشره بعد سيت كوم دار لوزير